كثيرا ما يرد لفظ الساعة وتقدير الوقت بها في الأحاديث النبوية، كحديث ساعة الاستجابة يوم الجمعة التي قبل المغرب، فكيف تحسب هذه الساعة وكيف تقدر؟ الساعة هي الجزء من الزمن، هي القطعة من الزمان، هذه هي الساعة، لأن الزمان ساعات يعني أجزاء من الزمن، سواء كانت طويلة أو قصيرة كله يسمى ساعة، كل قطعة من الزمن تسمى ساعة. وليس المراد الساعة الفلكية التي هي 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية مقدرة بدرجات الفلك، لا، الساعة هي الجزء من الزمان سواء كان قليلا أو قصيرا، سواء كان طويلا أو قليلا، هو الساعة. نعم.